الأحساء مدينة جميلة في غاية الروعة. بدينا بزيارة بيت البيعة اللي جاء له الملك عبد العزيز وبايعوه أهل الأحساء كلهم. ثم بعد ذلك زرنا المدرسة الأميرية اللي درس فيها العديد من الأمراء من أشهرهم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. اليوم في هذا المكان الأثري، مكان رائع للمشي والاستمتاع بمناظر الطبيعة. الهواء نسيم رائع ليس كمثله شيء مما أحسست به من قبل. جبل القارة كان للأمانة شيء عجيب، لأنه كيف داخل كل ما ندخل نتعمق كان الصخور الرسوبية كيف تشكلت. أرض الحضارات وجبل القارة والحسا بشكل عام، حسب أنها موقع دراستي ما عرفت عنها شيء غير الدراسة، لكن ولله الحمد تعرفت على الحسا وحبيتها أكثر، تحمست أنه أدرس فيها أكثر وأتعرف عليها أكثر وأتبحر. كانت في أسئلة مثيرة ومعلومات حديثة، معلومات غالبية الحضور قد تكون جديدة عليهم، والنخبة الموجودة والحواجز المكسورة بين الشباب والمسرفين والقراء والرواد، يعني كانت ممتعة. وكنا من أول يوم قريبين البعض، كأننا أخويا، كأننا أصدقاء، نعرف بعض من مدة طويلة. كل يوم في مستوى من الدهشة أعلى من المستوى اللي قبله، ما نتوقع إيش ممكن يصير، كل ما نسأل أحد يقول لنا مفاجأة، وهذا أكثر حاجة عاجبني، الغموض. مستويات دهشة عالية، إثراء معرفي عظيم، الزمالة والمناقشات اللي تدور ما بيننا في كل وقت وكل حين. أستنى إن شاء الله أشياء أكثر إثارة في الأيام المقبلة.